سيادة الوزير، كملنا جولتنا في محافظة بورسعيد. بشكرك جدا على وجودنا في المنطقة الصناعية، ويمكن من أول ما دخلنا الحقيقة أنا فرحتنا كبيرة جدا بهذا العدد من الشباب اللي موجودين، والمصانع كمان اللي بقى بيملكها شباب أيضا. طبعا أنا بحمد ربنا على الإنجاز اللي الدولة المصرية عملته لشباب مصر وشباب محافظة بورسعيد. احنا في المكان دوت، في المكان المصانع بتملكه الشباب وبيشغلوا الشباب. المكان ده طبقا توجيهات فخامه الرئيس ان احنا اشترينا 54 مصنع من هيئه التنميه الصناعيه المشكوره، وبدانا نسوقها للشباب. المكان اللي احنا فيه دوت كنا بدانا باول مشروع لسنه 2016 اللي هو 58 مصنع. وسياده الرئيس كان وزع عقود تمليكه لشباب بورسعيد. النهارده ال 58 مصنع دول بيشتغلوا وبيصدروا والدول العربية وبيغطوا السوق المحلي. ده بالإضافة إن هم وجدوا نفسهم عايزين يتوسعوا. توسعوا أكتر، النهاردة موجودين في أحد المصانع في 54 مصنع. الشباب، وفي بنهاية 2020 كان بدأوا يعملوا هذا الكيان العظيم اللي شفناه النهاردة. دلوقتي شفنا الشباب اللي هو بقى من كان شغالين في مصانع بيمتلكوا مصانع. شفنا شباب لما امتلكوا مصانع وفروا فرص عمل لزمايلهم الشباب، اللي ان شاء الله لا تبقى فيه فرص اخرى متاحه للشباب اللي موجود العامل هنا، اهوت انه ليه فرصه انه برضه يشتغل ويملك مصانع. وسيادتك كمان كلهم يعني، واحنا عرفنا كمان في شغل هنا ده بيطلع للتصدير. بورسعيد يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك بتنتج 54% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزه. بورسعيد مشهوره بمنظارات الجنس اللي مصدره للسوق الاوروبيه المشتركه وامريكا. شايفين النهارده مصنع للشباب. اللي بيشغل شباب وبينتج منتج متميز. اللي بيصدر للدول العربيه وسوق الاوروبيه المشتركه وامريكا. طيب المصنع ده بدا انتاجه فعلا امتى؟ المصنع ده اتخصص لنا لمحافظه بورسعيد في منتصف 2019، بدا انتاجه في 2020. النهارده شايفين الدنيا عندنا اخبارها ايه؟ لا احنا 54 مصنع، 54 مصنع كلهم بيعملوا بين ملابس جاهزه، احذيه، جلود، مواد غذائيه، وبيوفروا فرص عمل لاولادنا اللي موجودين في بورسعيد والمحافظات المجاوره. استاذن حضرتك سياده المحافظ، بس يعني ممكن نتعرف عليك؟ انا اسمي حسام مجدي، شغالين في الجوده. تمام. بنشوف مرحله البنطلون، وش البنطلون، ظهر البنطلون، بنقيس نشوف الرايزر بتاعه، الجوده بتاعته، التشطيب بتاعه، بنشوف الجوده بتاعته، الجوده عاليه، وفي اي اصلاحات بنوديها قسم الاصلاحات تتصلح. انت جيت زي ما سياده المحافظ بيوضح لنا مع بدايه تشغيل المصنع. جيت مع بدايه تشغيل المصنع، انا بقى لي سنتين المصنع كان فتح قبل ما انا اكون موجود، يعني حوالي مده بسيطه قليله جدا. انا موجود هنا في المصنع بقى لي سنتين. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. سياده المحافظ كمان الـ الشباب، خلينا بقى نقول انه من الجنسين، يعني لا يعني الشباب من الاناث ومن الذكور، واحنا شايفين اللي شغال في المكن، اللي شغال يعني احنا هنا عندنا كل قسم فيه متابعه دقيقه لكل منتج بيطلع من هنا. وحضرتك لو لاحظنا هتلاقي معظم اللي شغالين هنا شباب. ومعظمهم من محافظه بورسعيد والمحافظات المجاوره، واللي بيمتلك المصانع دي شباب، ودي حاجه جميله قوي. ان احنا بنقول عندنا فرص عمل، عندنا شباب مصر الجميل عنده القدره على الانتاج والطاقه، عندنا شباب مصر الجميل بينتج منتج متميز بينافس المنتج العالمي، المنتج اللي هنا هو بيصدر للسوق الاوروبيه المشتركه والدول العربيه وامريكا، المنتج اللي هنا هو برضه بيغزو السوق المحلي. هنا سيادتك يعني استاذنك اتعرف عليكي؟ حنان. حنان انت مسؤوله عن جزء تاني من الـ هنا بقى ده اللي هو بتركبه كده التيكت كواليتي برضه. ايوه ده الصدر بتاع البنطلون حضرتك، هو من هنا بنشتغل اربع مراحل، صدر وظهر وتجميع. ده الصدر بتاع البنطلون، فاحنا بنفحصه فحص كامل عشان لو في اي مشكله نلحق نعالجها قبل ما البنطلون. برضه جيتي انت من سكان بورسعيد ولا من محافظه ثانيه؟ لا من بورسعيد. من بورسعيد برضه جيتوا واشتغلتوا مع تاسيس المصنع؟ ايوه من ساعه ما فتح واحنا قاعدين فيه. مشكور. يعني يمكن سياده المحافظ احنا سعداء يعني ما شاء الله كل اللي موجودين هم شباب في مقتبل العمر كمان، والفكره كمان يمكن اللي لمسناها من اول ما دخلنا هو قد ايه مدى اتقان العمل، يعني فكره الجوده هنا والحفاظ على الجوده كمان في المنتج اللي هو بيخرج يعني
صناعه مصريه. ده مصانع تصدير بورسعيد اتحولت من اكبر مدينه استهلاكيه، ان احنا بنجيب بنستورد بضايع وبن مستهلكين. بورسعيد دلوقتي بقى من اكبر مدينه مصنعه ومصدره. ومصدره بتوفر عمله صعبه. المصنع ده جنبيه مجموعه من المصانع، بتنوع المصانع في المنطقه ديت من مواد غذائيه. جنبينا مصنع لاحد المواد الغذائيه، عندنا مصنع اللي بيعمل الاحذيه اللي بتتصدر للدول العربيه ودول اوروبيه، عندنا احد المصانع بينتج الشنط الموجوده، عندنا احد المصانع اللي هو بيستخدم المواد الغذائيه او المواد الخشبيه. كل ده موجوده في ال 54 مصنع في مجمع الصناعات الصغيره اللي احنا موجودين فيها. العمال اللي موجودين هنا النهارده ان شاء الله في المدى القريب، زي صاحب المصنع ما كان عامل في احد المصانع، امتلك مصنع امتلك الثاني وشغل شباب بقى عندهم خبره. الشباب ده ممكن ليه الفرصه ان شاء الله ان احنا نعمل مصانع ثانيه وحضانات ثانيه، ان هم يقدروا يمتلكوا مصانع ويشغلوا.